هلا بالشيخ ناصر، والله هلا ابو عسى، اسعد الله ايامك يا حبيب اخوك. يا اخي انا اعتبر هالليله والله ليله قمره يا حبيبي. الله يسعدك والله بشوفتك يا شيخ ناصر. يا حبيبي الله يسلمك، الله يرفع قدرك. ايش تحب قدرك تقدم لاخوانك؟ انا بس بقدم شيء واحد. النبي عليه الصلاه والسلام في قصه الرجل اللي كان يقرا سوره الاخلاص، قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد الى اخر السوره، وكان يكثر من قراءته. سالوه ليش تقرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لأي شيء فعل ذلك، ليش؟ قال صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، بس عشان هالآيات تتكلم عن ربك. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن الله يحبه. ابن تيمية علق تعليق عجيب جدا على هالحديث، يقول فالله يحب من يحب صفاته. الله أكبر. شفت هالكلام الفخم؟ الله يحب أن تحب أنت صفات ربك سبحانه وتعالى. لما تقرأ في صفات الله بس في القرآن تشعر أنه جلال الله يملأ قلبك، والافتقار إلى ربك سبحانه وتعالى ساكن داخل صدرك. عشان كذا لما تقرأ أنت مثلا بصفات الله بالقرآن ثم تفهم وش هالصفات التي اتصف بها الرب، تحط جبهتك في الأرض ساجد وأنت تشعر أنك أقرب ما تكون من الله. حدثني عن الفقر اللي يملأ قلبك وأنت في غاية الظن الحسن بسيدك ومولاك، وأنت تشعر كذا وأنت ساجد في الأرض أن ما في السماء أقرب إليك مما في عينك. يا الله. أي والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا أنا عند ظني عبدي فيه. وش تظن أنت؟ وش تظن؟ الله يغير هذا الكون أحيانا لظن حسن استقر في قلب عبد مؤمن بس. الله أكبر. أي والله، يعني تحس إنه ربك سبحانه وتعالى كل ما تعلقت به كل ما زاد عطاء لك. يا الله. وأصبح الخير يصل لك من كل فج عميق، أصبحت أنت كذا في غاية الحب والتعظيم لربك ومولاك. أصبحت تشعر أنك فعلا أشرف شيء ممكن أن توصف به أنك عبد الله. الله يوفقكم جميعا. الله يجزاك خير. الله يسلمك.